واللاترال فيستيبولار نيوكلياي والابر هاف بتاع مين؟ بتاع الميديان فيستيبولار نيوكليوس. صح كده؟ حلو. ادي الفلور. صعب الفلور؟ سهل خلاص. حلو. نيجي لمين بقى اخر واحد؟ الروف. نيجي لاخر واحد اللي هو الروف. الروف ده اللي شكله عامل زي التنت او الخيمه لما تبص عليه. هو داخل لجوه. تخيل انا واقف اهو، ادي الفلور، وادي نزلت كده وطلعت كده. شفتوا دي كده؟ دي الحركه دي التنت شيب. دول كده لمين على مين؟ لمين على السيربيلوم من ورا. لمين على السيربيلوم من ورا؟ فين عند السيربيلوم من ورا؟ هنا ناحيه الانتيريور نوتش ده. بصوا يعني اهو عامل كده اهو. فانا جاي كده وباقي تخيلته؟ طيب حلو الكلام. طيب السوبيريور بارت بتاع الروف بقى فيه سوبيريور بارت، بقى فيه انفيريور بارت، صح كده؟ مش ده الرومبويد او الدايموند؟ طيب السوبيريور بارت ده بقى معمول بايه؟ بصوا كده، السوبيريور بارت ده معمول بوايت مادر استرتشد ما بين دول، شيت من الوايت مادر استرتشد ما بين الايدجز بتاعت السوبيريور سيربيلر بدانكن، اسمه سوبيريور ميدالري فيلم. اسمه ايه؟ سوبيريور ميدالري فيلم. يبقى سوبيريور ميدالري فيلم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن شيت من الوايت ماتر ستريتشد الونج السوبيريور بوردرز بتاع السوبيريور سيربيلر بدانكن. خلاص؟ طيب هذا الشيت لو تفتكروا كان في حاجه بتخرم من فوق تحت الانفير كوليكوس. مين اللي كان بيكرومه؟ النيرف الوحيد، الكرانيال نيرف الوحيد اللي بيجي من ورا عشان يلف لقدام، اللي اسمه تروكيال نيرف. فالتروكيال نيرف بيجي يخرم ويمشي كده، بيجي يخرم ويمشي كده. خلاص؟ ده السوبيرو مدلري فيلا، ده السوبيرو مدلري فيلا. طب اللور بارت، الروف بقى بتاع اللور بارت ده اللي هو نازل من تحت عباره عن ايه؟ اتقسم لنصين. اتقسم الى نصين، upper part و lower part. متابعين؟ لما اجي اقول ال upper part او ال upper surface بتاع ال lower part بتاع الروف بتاع الفورس فينتر اهو، ال lower part بتاع الروف اللي هو طالع من تحت ده اتقسم لنصين، جزء فوق بقى upper part وجزء تحت. خلاص؟ اللي هو ده بقى في جزء فوق وجزء تحت، بس كل ده اسمه الانفيريور بارت او اللور بارت بتاع الروف. فاهمين حاجه؟ ايه؟ طب الابر بارت بتاع الانفيريور سيرفيس ده بتاع الروف معمول بمين؟ معمول بوايت شيت من الوايت ماتر زي اختها اللي فوق، اسمه انفيريور ميدلري فيلا. اسمه انفيريور ميدلري فيلا. حلو. الانفيريور ميدلري فيلا ده استرتشد ما بين النوديول والفولج، بس من قدام. خلاص؟ طيب ده الانفيرو ميدلري فيلا. طب تحت بقى اللور بارت معمول بمين؟ معمول بالابندايما. ايه الابندايما دي؟ الابندايما دي اول ما تسمع كلمه ابندايما ده الابيسيليوم لايننج للفنتركل. اي ابيسيليوم لايننج للفنتركل؟ ما هو الفنتركل من جوه فيه ابيسيليوم لايننج ليه؟ الابيسيليوم لايننج بتاع الوول بتاع الفنتركل بنسميه ابندايما. خلاص؟ فهنا عايز يقول لك يعني ان مفيش حاجه، مفيش غير الابسيليوم بتاع الفورس فنتري. خلاص؟ مفيش غير الابسيليوم بتاع الايه؟ الفورس. فدي بيسموها الابندايما بتاع الفورس فنتري. خلاص؟ وغالبا الحتت الفاضيه دي بتبقى هي دي سايت اوف بنتريشن للبايا ماتر. علشان هتاخد مين؟ ايوه هتاخد الاركنويد وتخش وتبقى انفاجينيتد بيه عشان تعمل حاجه اسمها الكرويد بلكسس. عشان تعرف ايه؟ كرويد بلكسس. ايه كرويد بلكسس دي؟ كرويد بلكسس هي دي اللي مسؤوله عن تصنيع السي اس اف. كل فنتركل من الفنتركلات بتاعه البرين لازم يبقى فيها كرويد بلكسس علشان تبدا تصنع سي اس اف، والسي اس اف في سيركليت ويبقى دريند، سيركليت ويبقى دريند، سيركليت ويبقى خلاص. فاللي مسؤول عن التصنيع هو مين؟ الكرويد بلكسس. الكرويد بلكسس بتاع الفورس فنتركل بقى موجوده فين؟ موجودة في اللور بارت بتاع الانفيريور سيرفيس اوف ذا روف اوف ذا فورس فنتركل. خلاص؟ خدتوا بالكم؟ حلو. يبقى ادي الابندايما اللي بتبقى انفاجينيتد بالبايا عشان يبقى فيها الكورويد بلكسس اللي هتعمل السي اس اف بتاع الفورس فنتركل. خلاص؟ طيب تحتيها في الارضيه بقى خالص
انا نايم وببص على الفلور فشايف في حاجه فوق كده وشايف في حاجه من تحت كده. الحاجه اللي من تحت كده نصها الفوقاني الانفيرو ميدالا ريفالا ونصها التحتاني الابندايما وفيها انفاجينيشن بالكرويد بلكسس. في الارضيه خالص بقى في مين؟ في خرم او في فتحه. الارضيه خالص في خرم او في فتحه خلاص. هذا الخرم بيسموه فورامين اوف مورجاجني. بيسموه ايه؟ فورامين اوف مورجاجني. حلو. ده هيفتح لي على وايد سبيس. ده يفتح لي على وايد سبيس. وايد سبيس لو تفتكروا في السب اراكنويد سبيس حته وايد اند في السب اراكنويد سبيس بنسميها ستير. بنسميها ايه؟ سيستر. فالفورامين اوف مورجاجني دي اللي بتكونكت الفورس فنتركل على السيسترن موجوده هنا في السب اراكنويد سبيس. خلاص؟ تمام؟ سهله؟ حلو الكلام. بصوا الصحبه دي نفس الاسم ولا هو؟ لا دي اسمها كولنز اوف مورجاجني. هو نفس العالم اللي اكتشف اللي فوق اللي اكتشف اللي تحت بس دي حاجه ودي حاجه. خلاص؟ طيب شايفين الصحبه دي؟ شايفين السحبه دي اللي دخلت جوه السربيلم دي؟ دي بيسموها ميديان ريسس. يعني ايه ريسس؟ يعني ايه ريسس؟ ايوه ريسس يعني بوتنشال سبيس. ريسس يعني بوتنشال سبيس. ده روف. فالطبقتين دول لازقين في بعض شويه ولكن دول بوتنشال سبيس. يعني لو حصل دايلاتيشن في الفنتركل هتلاقيها وسعت. فده بيسموه ميديان ريسس. ده بيسموه ايه؟ ميديان ريسس. بيسموه ميديان ريسس اللي هو داخل جوه السربيلم بس. طب بصوا كده فاكرين اللاترال انجلز اللي انا قلت لكم عليها دول؟ لاترال انجلز دول الابندايما او الابيثيليال لايننج للوول بتاع اللاترال فنتركل بيبعت اكستنشن لقدام. بيبعت اكستنشن لقدام. مش دول التو لاترال اهو؟ هبعت اكستنشن كده لقدام يلف حوالين مين؟ البرين ستيم. خدتوا بالكم ده 2 دي. يعني هو من اللاترال انجل من هنا هيكون بعد كده اكستنشن كده واكستنشن الناحيه الثانيه. خدتوا بالكم من اللاترال انجلز هبعت 2 تيوبولار اكستنشنز. خلاص؟ هبعت 2 تيوبولار اكستنشنز. دي بيسموها الخرم بقى اللي على التو لاترال اكستنشنز دي بيسموها فورامينا اوف لوشكا. فورامينا اوف لوشكا. فورامينا اوف لوشكا. سوري يا ولاد. دي روشكا ودي ماجندي. يبقى دي اللي تحت دي يا ولاد اسمها ماجندي. فورامين اوف ماجندي. دي اسمها ايه؟ فورامين اوف ماجندي. يعني كلها اسامي علماء يا ابني والله. طيب خلاص دي اسمه فورامين اوف ماجندي. ده اسمه فورامين اوف ماجندي. انما التو لاترال فورامينا دول اللي عاملين تيوبلر اكستنشن اسمهم فورامينا اوف لوشكا. خلاص؟ دول رايحين فين؟ دول رايحين باللاترال فنتركل ناحيه سيسترن موجود قدام برضه. ناحيه السيستم موجود قدام. كل ده ليه؟ عشان السيركيليشن بتاع السي اس اف عشان الدرينج بتاع السي اس. خلاص؟ طيب ده الفورس فنتركل. صعب؟ سهل. فككم من الريسسز وفككم من الفورامين. مش مهم. خلاص؟ طيب استنوا يا اولاد استنوا استنوا. شفتوا ده؟ طيب لما يجي لكم ده بصوا كده شايفين ده كده؟ لما يجي يعلم لك على ده ده مين؟ السيربيلم اهو. ودي البونز قدام اهي ودي المضلة تحت اهي. خلاص مين الكافيتي اللي موجود اللي هشوفه عامل زي التاني شيف ده؟ ده الفورس فنتركل. ده مين؟ ده الفورس فنتركل. بس كده في اي مشكله في دول؟